جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. هالفوضى هذه منتظرة لأن احنا رخينال هالبساط. اليوم انا وقت اللي نشوف مثلا السيد الحامدي يدور في البلاد، الهاشمي الحامدي طبعا، السيد الهاشمي الحامدي الدكتور يدور في البلاد ويبث في الفوضى باش بالدولارات القذرة نتاع السعودية بالمذهب الوهابي. عندك دليل على الكلام؟ عندي دليل. هذه اتهامات خطيرة. لا مش خطيرة. هو الميزانية نتاعه والثروة نتاعه كل من السعودية معروف. حتى حد ما ينكرها. معناتها الهاشمي الحمدي قاعد يفرق في فلوس باش يهيج الناس. لا قلتش يفرق فلوس. انت قلت بالدولارات. اي الدولارات هو باش باش يصرف، يصرف في الدولارات. والمشي والتنقل نتاعه كذا. ثم انه يدعو الى الدوس على الدستور. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.